اهلا بيكم فيديو جديد. النهارده هنعمل ريفيو كامل عن فندق الباتروس لاجونا فيستا في شرم الشيخ. مش هنسيب حته فيه غير لما اشرحها لكم. ده اللوبي زي ما انتم شايفين كده كبير جدا وفخم وكلاسي، وفي اماكن كتير تقدروا تقعدوا فيها. وكمان في المكان اللي انتم شايفينه ده البار، لوبي بار، تقدروا تقعدوا فيه بالليل او الصبح تاخدوا الكوفي بتاعتكم وانتم شايفين الفيو التحفه ده. ده الاوفر فيو من فوق، اللوبي فوق، فبتقدروا تشوفوا كل الفندق من فوق بالمنظر ده. زي ما انتم شايفين كل حاجه قدامكم، سوينج بولز، وده اللي انتم شايفينه الامبس بار. ده بار موجود على احدى السوينج بولز. في سوينج بولز كتيره جدا في الفندق ده، وزي ما انتم شايفين البانجلو روم دي تحفه. طبعا دي نوع من انواع الغرف، في الفندق غرف عاديه وفي نوع البانجلو دي اللي حابب يعني يدلع نفسه كده، او كابلز او هاني مونرز او فاميلي حابين يدلعوا نفسهم يقدروا ياخدوا البانجلو دي. تعالوا بقى افرجكم على البانجلو دي من جوه. زي ما انتم شايفين كده التويلتس كبيره جدا وفيها كل الحاجات اللي تقدروا تستخدموها. ويا جماعه بصوا، انا عجبني قوي في الغرفه دي او البانجلو دي الدريسنج روم بتاعتها. عجبني انه الدولاب منفصل لوحده بالسيف بكل الحاجات دي، بحيث انها ايه ما تبوظش شكل الاوضه. انتوا عارفين شكل الهدوم والشنط والحاجات دي بيبوظ شكل الاوضه، فتقدروا تاخدوها في الجنب بتاع الدريسنج روم ده مفيش اي حاجه باينه. وزي ما انتم شايفين كده الغرفه الديكور هادي وكلاسي وواسع جدا، واسع جدا جدا. وده الفيو من البانجلو، قريبه جدا من سوينج بول. وكل البانجلو رومز دي قريبه من سوينج بول، ليكو اكسس قريبه جدا من سوينج بولز. تبقى بقى تنفع للفاميليز، تقدروا تبقوا مثلا عينيكوا على اولادكم وانتوا في البانجلو، يعني مش لازم تفضلوا قاعدين معاهم طول الوقت لو هم يعني اطفال كبار شويه. وده جزء تاني ومن السوينج بولز كتيره الموجوده. السوينج بول ده اللي بيتعمل فيه الاكتيفيتيز، وده الريستورانت اللي على سوينج بول اللي فيه الاكتيفيتيز. تقدروا لو انتم مش حابين تروحوا الريستورانت الرئيسي تقدروا تتغدوا في المطعم ده، بيعمل غدا خفيف كده وسناكس وحاجات يعني اكل سريع، تقدروا تاكلوا في الريستورانت ده اللي هو قريب من البول اللي فيه الاكتيفيتيز وقريب كمان من البيتش، يعني يعتبر في اخر الفندق. حاولت اصور لكم، استنيت لما الغدا فتح، اول ما فتح صورته لكم علشان تشوفوا كده الحاجات وهي فريش. بالنسبه للريستورانت ده ما فيهوش اصناف كتير، ومعظم الاصناف بتتعاد كل يوم، يعني بيغيروا صنف واحد او اتنين ونفس الاصناف ثابته كل يوم. فلو انتوا بقى بتدوروا على فرايتيز وبتدوروا على اكل كتير يبقى تروحوا الريستورانت الرئيسي في وقت الغداء. الفندق ده على نظام الاول انكلوزيف، يعني في بريكفاست وفي لانش وفي دينر وفي سناكس، في طول اليوم اكل وشرب. ف يعني في تشويسز كتير وفرايتيز كتير، لو انتم مش حابين تاكلوا في الريستورانت ده تقدروا تاكلوا في الريستورانت الرئيسي. وزي ما انتم شايفين كده دي الاكتيفيتيز، بيعملوا كل يوم اكسرسايز، يعني بيبقى في بروجرامز مختلفه. بالنسبة للأوتيل ده ما فيهوش أكوا بارك الأطفال، فاللي بيدور على أكوا بارك الأطفال مش هيلاقي. هو يعني مخصص أكتر للكبار، بس طبعا يعني الأطفال بينبسطوا بسوينج بولز وبالبيتش والحاجات دي. غير كده ما فيش حاجة تانية ليهم. حبيت كمان اصور لكم العشاء علشان تبقوا شايفين كل حاجه هناك. زي ما انتم شايفين كده ده بارت الشوربه والعيش والكلام ده. الريستورانت بيبقى مقسوم لجزئين، جزء انترناشونال وجزء اكل مغربي وجزء سي فود. زي ما انتم شايفين كده ده الاكل الانترناشونال الاكل العادي،
وفي فرايتيز طبعا كل يوم الاصناف بتتغير، في اصناف ثابته زي كل الفنادق، يعني في حاجات ثابته وفي حاجات بتتغير. انا للاسف كنت صورت في اخر، يعني كان العشاء قرب يخلص، فعشان كده هتلاقوا الايتيمز مش مليانه يعني. وده البارت الخاص بالحلويات والسويتس. الكومنت بتاعي على الفندق ده ان الحلويات فيه مش احسن حاجه، يعني مش واو. ده يوم كانوا عاملين فيه محاشي، كان اكل اورينتال. وده كورنر الاكل المغربي، زي ما انتوا شايفين كده الكورنر ده موجود باستمرار كل يوم معانا في الفندق، نفس الايتيمز تقريبا او بتتغير حاجات بسيطه جدا، بس هي هيها كل يوم الاكل المغربي ده. بقيه البوفيه الاكل الانترناشنال، في اصناف كتير قوي. يعني اكتر يوم عجبني اللي هم عملوا فيه بقى محاشي ورقاق وحاجات المصري بتاعتنا الحلوه دي. وفي برضو هتلاقوا فرايز وبيتزا للاطفال، في مطعم ايطالي فوق كمان. ده ريستورانت لوحده جنب الريستورانت الانترناشنال بس بالحجز، لازم تحجزه قبل ما تروحوا قبليها بيوم لانه بيبقى زحمه، يعني بيبقى الحجز عليه كتير. بصراحه ما حسيتش انه واو ده الاكل بتاعه، ما حسيتش انه يستاهل ان انا احجز فيه والكلام ده، يعني اكل عادي جدا. بالنسبه للسبا، دي السبا الفندق ده فيه سبا تقدروا وبيوتي سنتر تقدروا تروحوا فيها مساج، في مروكن باث، في كل الحاجات اللي انتوا يعني الخاصة بالسبا والحاجات دي. طبعا دي باكسترا تشارج زي اي فندق، ملهاش علاقة بالتمن اللي انتوا بتدفعوه في الغرفة. وزي ما انتوا شايفين كده البول المقفول ده فري، يعني ده الحاجة الوحيدة اللي جوه السبا تقدروا تدخلوها، ما بتدفعوش فلوس، بس اي حاجة تانية مساج او اي حاجة تانية طبعا بفلوس. انا هنا راكبه الكلاب كار ورايحين منطقه البيتش، لان كنا بعيد في اول فندق فاخدنا كلاب كار وقلنا نروح البيتش عشان افرقوا عليه. زي ما انتم شايفين كده البيتش الميه شويه اوقات بيبقى فيه يعني داخله لجوه، فبتضطروا ان انتوا تدخلوا كتير علشان يبقى فيه طول، يعني ان انتوا مثلا الميه تبقى نص رجليكوا هتدخلوا شويه كتير في الميه. طبعا هما عاملين جي تي ووك عشان تقدروا تدخلوا الميه في عمق اكتر ويبقى فيه طول وتقدروا تعوموا، ما يبقاش فيه يعني رمل او كده. بالنسبه للبيتش، البيتش رملي ما فيهوش صخور، قليل قوي لما هتلاقوا صخور، فيعني اقدر اقول لكم ان البيتش ده رملي، بس لازم طبعا تمشوا كل الجي تي ووك علشان تقدروا تعوموا. الجزء اللي ما عجبنيش في الفندق الشوز والانترتينمنت بالليل، بصراحة يعني اديها 2/10 او 1/10، ما حسيتش خالص انها مسلية او ان انتوا تقدروا تعتمدوا عليها في ان انتوا تتسلوا بالليل، فهتضطروا تخرجوا او تعملوا اي اكتيفيتي تاني بالليل. بيكون الفيديو عجبكم واستفدتم وقلت لكم ريفيو كامل عن الفندق، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو وتشاروه مع اصحابكم عشان تشجعوني اعمل لكم محتوى زي ده اكتر واحسن. اشوفكم الفيديو جاي على خير، باي باي.